معايا عبر الهاتف الآن مداخلة مهمة جدا مع الأستاذ أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك. يا فندم مشرف ومنور، سعيد جدا بتواجدك معايا. الله يخليك يا كابتن كريم، ربنا يخليك، تسلم. يعني دايما على فكرة أنا كنت بقول الكلام ده حتى وأنت مش معايا، بس بقول دايما إنه الزمالك الآن بقى ليه متحدث رسمي مهذب ومحترم وبيوصل كل المعلومات لكل الإعلام بشكل رائع جدا. أشكرك، ده من ذوقك. فأنا بس تسلم. بحييك بداية قبل ما أسألك على أي شيء. تسلم، ربنا يخليك، ألف شكر. أول حاجة هسألك عليها طبعا البيان اللي أصدره الزمالك بخصوص رفع إيقاف القيد، هل الفيفا أرسل ليكم خلاص بشكل رسمي رفع إيقاف القيد ولا لسه ومنتظر إمتى؟ لا بص، هو ده حصل لبس في الموضوع ده، يعني الناس متخيلة إن ده يعني عامة الخطابات دي موجودة على موقع الفيفا كلها. أي حد بيطلع عليها لو هو متابع الموقع. لكن هو اللي جه إفادة، يعني مجموعة إفادات، أولا برفع القيد فيما يخص سبورتنج لشبونة، وهم في انتظار، يعني اتحاد أو الفيفا بيعمل طريقة بيقول إن هو جاله السويفت بتاع التحويل وبيخطر بيه النادي صاحب الغرامة أو صاحب المستحقات، وبيقول له لو ما ردتش في خلال 5 أيام هعتبر إن الفلوس وصلتك خلاص أو التحويل وصلك. فده تم مع لشبونة وتم مع مساعدي فيريرا، باقي بس كاراكاس منتظر برضو إن هو كاراكاس لو ما ردش خلال 5 أيام يبقى لرفع القيد تلقائي. زي ما كنا قايلين ان هو ان شاء الله على نص الاسبوع الجاي او اخره بالكثير هيكون خلاص الرفع رسمي في كل حاجه. هايل. طيب استاذ احمد، بحسب ما نشر في البيان انه الزمالك ومجلس اداره نادي الزمالك بالتاكيد مر بصعوبات كثيره بخصوص هذا الامر. ايه الصعوبات اللي واجهها نادي الزمالك؟ هو ده اللي كان في بدايه البيان، صعوبات كبيره جدا واموال طائله. اكيد الموضوع ده ما تمش بالسهل. لا، وطبعا الموضوع اخذ مفاوضات شقه مده طويله جدا من كابتن حسين لبيب ومن استاذ عمرو ادهم، وتواصل مع الاطراف، لان طبعا يعني مش طبيعي ان حد يبقى عايز منك غرامه او حاجه وتروح تدفعها على طول، على الاقل بتحاول تقلل منها، بتحاول تقسط. فهما كان في محاولات كتير في الاتجاهات كلها في ال 14 قضيه، بس يمكن المحاوله الاهم وكانت خلاص على وشك النجاح مع سبورتنج لشبونه بتقسيط $1.5 مليون. هايل. وحد من مصر بقى ربنا يسامحه، يعني من الناس اللي مش عايزه المجلس يبقى يعني في احسن صوره، او يعني عايزه تظهر المجلس بصوره غير جيده قدام الجماهير، فبعتوا لهم قالوا لهم ده في قضيه يوم 14 المجلس ده هيمشي وما تضيف منهم تقسيط. وبرده بعد القضيه قالوا لهم لا، ده المجلس لسه في قضايا تانية وممكن يسقط في اي وقت. فالشبونة تمسك بالغرامة كاملة، وده اللي أخرنا شوية في التحويل أو في حجم الغرامة. لكن عامة ما تم سداده هو يعني بأسوريو، لأن بنعتبر برضو $200,000 أو $250,000 دفعوا الأسوريو للفسخ التعاقد، و2.5 مليون دولار، يعني $2,750,000 دفعوا في الفترة اللي فاتت. فطبعا مبلغ كبير، وخصوصا أن هيعاقبه لسه احتياجات تانية كان لازم المجلس برضه يعمل حسابه عليها. بس الحمد لله يعني الامور ان شاء الله ماشيه في طريقها السليم. الجمله اللي حضرتك قلت لي انه كان في حد كان من مصر هنا واللي بعت لسبورتنج لشبونه يحاول يعرقل شويه شكل المفاوضات، هل ده شخص عادي يعني ولا كان مسؤول سابق في نادي الزمالك؟ الله اعلم بقى، ما تعرفش يعني. بس هم الناس قالوها صراحه ان جالنا من مصر افاده بكذا كذا، فاحنا مش هنقدر نقسط عشان الظروف دي. وعادي يعني، هو ده متوقع يعني. في ناس يعني كان عندها امل ان المجلس يفشل في المهمه دي او غيرها لاحراجه، لكن الحمد لله يعني الامور ماشيه عظيم بشكل جيد جدا. طيب، وبالتاكيد اللي جاي هيبقى حاجتين مهمين جدا، ملف المدير الفني الجديد وملف الصفقات الجديده. المدير الفني الجديد الموقف فيه ايه حتى هذه اللحظه؟ المدير الفني الاجنبي، يعني قلنا اكتر من مره الموضوع مش مدير فني جديد او قديم او غيره، هو كابتن معتمد جمال قائم باعمال المدير الفني. لكن في خلال الاسبوع الجاي ان شاء الله يعني زي خارطه طريق كده او خطه لتخص الامور الفنيه لكره القدم بشكل عام، فريق اول وفرق ناشئين، هيعلن عنها يمكن نص الاسبوع او اخر الاسبوع برضه. يعني الاسبوع الجاي في احداث كتير يعني. هايل. طب هل في اسماء يعني حطيته مثلا قائمه مختصره، مش لازم تقولي الاسماء، بس في قائمه مختصره للمدربين المرشحين لتدريب نادي الزمالك، ولا هتبصوا لسه على كل او المجلس الاداري؟ بص، اصل معروض سيفيهات يعني فوق ما تتخيل من عدد، يعني حجم كبير جدا جدا. ومش عشان الزمالك بيدور يعني، هو الزمالك طول الوقت بيستقبل سير ذاتيه للمديرين الفنيين، للعيبه، المحترفين في الداخل في الخارج، وكلاء اللعيبه نفسهم عايزين يتعاقدوا مع نادي الزمالك. يعني الحمد لله برضو الفتره الاخيره دي لما حصل انتظام في السداد وسداد الغرامات، بدات الصوره الذهنيه عن نادي الزمالك تتحسن جدا جدا في فكره التعاقدات. فبدا الانديه واللعيبه تحاول تعرض
نفسها او تعرض لاعبتها او الوكلاء على الاداره الجديده، لكن طبعا لسه كله بقى بيخضع يعني المعايير الفنيه، وان شاء الله تعلن يمكن خلال ايام. هل نيلو بنجادة فعلا عرض على نادي الزمالك او الزمالك فكر فيه؟ والله بص، هي المواقع يعني انا متهيألي وصلوا، انا مره بضحك مع واحد صاحبي بقول له يعني لو على المواقع احنا عايزين قائمه الزمالك تبقى 300 لاعب مش 30. يعني كم الاسماء اللي طرحت سواء لاعبين او مديرين فنيين، انا يعني مثيره للضحك. كل يوم جيش مديرين فنيين وجيش لعيبه ومضوا مع فلان وعملوا علان، لكن سيعلن او يعني ما يعلن عنه هو الحقيقه الوحيده، يعني لما هيبقى في تعاقد هيعلن في وقتها. هل بنجادة كان ليه دور في القضيه بتاعه سبورتنج لشبونه ولا ما كانش ليه دور؟ عشان هو كان معايا هنا قبل كده وقال ان هو بيتدخل في هذا الامر. يعني لا، معلش مع احترامي، يعني هو يعني اي حد هيساهم سواء من المديرين او يعني حد اشتغل في الزمالك قبل كده، حد كان في البرتغال، بتبقى مجموعه يعني تقريب وجهات نظر. لكن هو الدور الاكبر كان لكابتن حسين لبيب والاستاذ عمرو ادهم، كان التواصل يعني شبه يومي مع مسؤولي سبورتنج لشبونه بشكل دائم، وكان بشكل مباشر، وتعرض البروبوزل نفسه بتاع التقسيط الاولاني، يعني الامور كانت ماشيه مباشره ما بين المجلس وما بين لشبونه، مش عن طريق وسطاء. طيب اخر حاجه هسالها لك وهي فرصه وانت معايا، عشان دي انا كنت طالبها من الزملاء حتى ان احنا نتواصل معاك بسببها في الاصل، ان انا اعرفك، اعرف ان انت قد ايه شخصيه مهذبه وقد ايه شخصيه كمان بيحترمها الاهلي او جماهير النادي الاهلي وجماهير نادي الزمالك. ليه الفتره الاخيره دي كنت شايف على المواقع وبعض الصحف بعض المناوشات وكلام منك عن النادي الاهلي او العكس؟ الاصل فين؟ يعني الموضوع جاي منين؟ وانت مش، لا انا عارف انت شخص سلمي يعني. على فكره انت يعني انت قلت انا مش شخص صداع، يعني مش ما بغلطش في حد، فانا دايما واثق ان انا ما بخرجش عن اطار المهنيه. بالظبط. لكن حصل موقف المهندس عادل القيعي يتكلم في قناه الاهلي بشكل غير لائق وغير مقبول، فانا رديت عليه في برنامجي بشكل انا متعود عليه برضه بدون اي تجاوز. واتمنى ان احنا عرفنا يعني لما نقول حاجه نبقى بنعمل بيها، ما نقولش حاجه واحنا ما بنعملش بيها. يعني ما ينفعش انا اتكلم عن المبادئ والقيم وانا اكون بخترق المبادئ دي او مش ملتزم بيها. لا، وعاده النادي الاهلي لديه المبادئ والقيم، وايضا النادي الزمالك لديه مبادئ وقيمه، وهي زي ما قلت لك كده في البدايه، هي العلاقه دلوقتي حلوه، الاجواء حلوه، مش عارف، مش محتاجة أبدا تروح في أي سكة تانية. أعتقد أنت هتتفق معايا في الكلام ده. أكيد طبعا. ولا أنا بتكلم على المهندس عدلي نفسه، على صبري من منيسي، فكرة أنك تعمل برنامج عشان تجيب سيرة فلان وتسيء لفلان، أعتقد دي في يعني إعلاميا حتى غير مقبولة في قنوات ليها اسمها يعني. فأتمنى أن احنا نرتقي بعيدا عن الخط ده، وكل واحد يتكلم في فريقه، وكل واحد على رأيه، يعني يبص في ورقته ويهتم بفريقه وتعاقدات فريقه، ملوش دعوة بالفريق التاني. أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ أحمد سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، والأسماء المطروحة أستاذ إبراهيم المنيسي والأستاذ عادل القيعي، دائما وأبدا لهم منا كل الاحترام والتقدير. وأنا سألت السؤال ده لسبب بسيط جدا، إنه عايشين في أجواء حلوة بين الأهلي والزمالك، عارفين، فاكرين يعني كان في دوشة كده وبتاع، مفيش دوشة دلوقتي، عايزينها هادية كده وحلوة. فيعني تعالوا نستحمل بعض بقى، يعني مثلا إيه، لو اليمين سمع كلمة من اليسار مش عاجباه قوي عديها، اليسار سمع كلمة من على اليمين عديها، سهل. دايما وأبدا نفخر بالأهلي ونفخر بنادي الزمالك، قضايا مصرية كبيرة دائما وأبدا. طيب.